بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم في انطلاقة هذا الشوط الذي تعلن انطلاقته، حيث انطلاقة شوطنا السابع الخاصي للبكار المهجنات فئة الانتاج، حيث المليون درهم المنتظر والرمز الذي يحمل الاسم الغالي على قلوبنا جائزة زايد الكبرى، حيث الرموز التي رصدت 50 رمز لكنها اليوم أصبحت 51 رمزا في جائزة زايد الكبرى. أبدأ مع المقدمة، أبدأ مع الصراع، أبدأ مع النزاع، حيث تتويج الفائزين سوف يكون بعد نهاية شوطنا الثامن مباشرة. الفائزين في الفترة الصباحية ورموزها، والفترة المسائية ورموزها. من يتبقى ما بين الشوطين السابع والثامن، الكل يقول الرمز عندي. بنعوش بنعوش، هذا شعار، هذا شعار مع نيران. اشعل النيران مبكرا، يقدم لنا شعار حمد بن راشد بن سلطان بن عوشة المنصور المنصوري. شعار وثباوي كبير كبير، ولكن دير بالك يا مالك نيران، يا من اشعل النيران، يا حمد يا بن راشد يا بن سلطان، دير بالك من الصعب. بوسلطان مع المركز الثاني يقدم لنا شعار، يقدم لنا ظن، والظن دايم في بوسلطان ما يخيب. يقدم لنا ظن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يقدم لنا شعار، يقدم لنا حضور. من كان له ماضي لابد من العودة في يوم ما، فعاد الصعب الذي تنتظرونه. المركز الثالث، من القادم مع المركز الثالث؟ الضبيحية القادمة الواصلة من الدوحة، يقدم لنا الضبي خليفة بن عبد الله العطية، يمني النفس بأن ينقل الرمز الأول إلى أبناء الدوحة. العطية يقدم لنا شعار مع الضبي مع المركز الثالث، خليفة بن عبد الله العطية. بينما المركز الرابع، المركز الرابع يقدم لنا دمعة محمد بن سالم بلوتية العامري، مرحبا بك يا بلوتية، يقدم لنا دمعة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، القادمة في هذه اللحظات بشعار مرغم، القادم مع المركز الخامس يقدم لنا فيافي الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. جماهيرك يطالبونك بالرمز يا ابو راشد، من خطف رمز الفترة الصباحية يقدم الان فيافي. ايضا القدوم والوصول والانضمام القادمة في هذه اللحظات والمنظمة تحمل الرقم 31، تابعوها وراقبوها. شعار احمد بن راشد بالسم المنصوري، ايضا القدوم من الشايبة سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي. بينما اللي وصلت اللي انضمت، مرحبا يستلم لك، مرحبا بالقادمة. وين
يا الدكتور وين الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري يقدم شعار والخطير في الانتاج يتقدم بالمنان يقدم شعار من خلال انضمام هزيج وسالم بن سعيد بن منان وشعار بن شريم قادم بكل قوة حيث يقدم الشاهنية عبد الله بن طالب بن شريم المري هذه النتيجة هذا النداء العودة إلى مقدمة الشوط بن عوشة بن عوشة ما زال مسيطر مع نيران نيران وشبت نيران وشبت والله وشاب والله وشاب في الوثبة يا بن عوشة يا المنصوري يتقدم بطريق الانتصار إلى الرمز المنتظر إلى رمز الانتاج إلى كأس جائزة زايد الكبرى أكبر المهرجانات أقوى المهرجانات نيران نيران وحمد بن راشد بن سلطان المنصوري الصعب بن سلطان الصعب بن سلطان مع المركز الثاني يقدم لنا شعار الذي قدم الكثير وقدم العديد من الانجازات في تاريخ الصعب قدم لنا هملولة في يوم الامس ولكن الماضي الماضي الجميل الماضي لك وبكرة لك وبعد لك يا مالك ممتاز يا مالك نايف يا كفو يا مالك كفو يا الشهم يا مالك الشهم محمد بن سلطان بن مرخان والأسد هو الأسد بذكرياته بإنجازاته وتاريخه من القادم خليفة بن عبد الله العطية العطية يقدم لنا شعار حيث الظبي الظبي القادمة الظبي القادمة بشعار العطية على مستوى المركز الثالث المركز الرابع حيث الدخول باللوتية باللوتية العامري يقدم شعار يقدم شعار فيافي مع المركز الخامس الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وباللوتية يقدم دمعة محمد بن سالم باللوتية العامري الرمز يقترب إلى ديوان بن مرخان الرمز يقترب إلى مرغم الرمز ينادي صعبها والصعب يلبي يلبي كل الصعايب يلبي كل الصعايب محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي بن عوشة بن عوشة من اللي عش الثاني من اللي عش الثاني والله اثنين هم ونعم اثنين هم ونعم الصعب وبن عوشة نيران 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 وظن ظن ونيران نيران وظن ظن ونيران بن عوشة يتحرك نحو الرمز الكيلو الأخير الكيلو الخطير أهالي الوثبة أهالي الوثبة يا بن عوشة يا بن عوشة تبيها بطيب ولا بهوشة ولا بهوشة الرمز الثاني بعد رمز العام الماضي بن عوشة يقدم نيران يقدم نيران ظن الصعب ظن الصعب والظن ما يخيب يا ابو سلطان يا محمد يا ابو سلطان يا بن مرخان باللوتية باللوتية اتاهم مع دمعة اتاهم مع دمعة محمد بن سالم باللوتية العامري ولكن الرقص وثباوي الرقص وثباوي المنصوري 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 بن عوشة بن عوشة الرمز الثاني رمز الانتاج رمز الانتاج طيب والهوشة طيب والهوشة
هذا بن حوشة، هذا بن حوشة، كل رمزي حوشة، كل رمزي حوشة. سلام يا المنصوري، نيران وشبت، نيران وشبت، نيران كالبركان. هنا المنصوري، هنا مالك نيران، هنا مالك ونيران. تحمل الرقم 5 حمد بن راشد بن سلطان المنصوري بن حوشة، والرمز الثاني حوشة. تهانينا لك على هذا الفوز وهذا الانتصار. مشكور يا المنصوري يا مالك نيران المركز الثاني. من أتى مع المركز الثاني؟ كان الوصول من دمعة محمد بن سالم باللوتية العامري. والمركز الثالث ادهشة المسلم بن علي بن دري المنصوري. رابع المراكز فيها في لحمد بن راشد بن غدير. وخامسا كان الوصول مع وهيلة لصالح بن حمد بشريدة المري. هكذا متابعينا في كل مكان، نيران ب 12 دقيقة 19 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكي نيران حمد بن راشد بن سلطان المنصوري على هذا الفوز والانتصار واختطاف كأس الانتاج. المركز الثاني دمعة مع المركز الثاني قدمت أداء تشكر عليه ويشكر مالكها محمد بن سالم باللوتية العامري. 12 دقيقة 24 وخمس أجزاء من الثانية. دهشة مع المركز الثالث مسلم بن علي بن دري المنصوري. 12 دقيقة 24 ثانية وست أجزاء من الثانية. بينما فيافي مع المركز الرابع مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. 12 دقيقة 25 وست أجزاء من الثانية. أيضا نهنيه على اختطاف رمز صباح هذا اليوم، نهني محمد وإخوانه وسالم الحاضر في هذا اليوم.